مجموعين من السجون ومن ضمنهم أنا. في البداية في يوم 9/4 خرجنا في مسيرة سلمية إلى جولة كنتاكي. فخرجنا في المسيرة هذه في أثناء ما وصلنا إلى جولة كنتاكي يستقبلونا بالرصاص والضرب وخراطيم المياه. فبعدها يعني احنا كنا نصيح سلمية على هذا فخرجوا لنا البلاط من ورانا لابسين مدني، يعني من ضمنهم اللي خرجوا معنا من الساحة في المسيرة مسكونا واخذونا يعني بالضرب للجولة لعند المدرعة فولطهم اخذونا في اثناء ما اخذونا يعني كتفونا وكذا، واحنا مدوخين طبعا من مسيلات الدموع هذه، مش مسيلات الدموع انا اعتقد. فشاهدت يعني منظر كذا في اثناء كذا كلبشوني ودخلونا المدرعه والناقله الجند هذه، فوجدت طفل كذا عمره ما يقارب 11 سنه او 12 سنه، فيده مبتوره يعني بتروا يده. فشفت انا اندفعت الى هذا الطفل يعني اشتي امسك يده كذا اربط له او شيء، فاعتدوا علي بالضرب وبخونا بماده ما ادري ايش هذه الماده، ما عاد شعرنا الا واحنا هناك ما ادري فين، لانه ربطونا على عيوننا اول حاجه نمنا يعني ما ادري دوخنا في هذا. فعندما صحينا يعني كذا صحيت انا يعني شخصيا سخفت يعني قلت ما ادري وين انا، مربوطه العيون يدي مكتفه للخلف. فكنت اسمع يعني عندما سمعت صوت كذا ضرب او شيء بعض الاخوان يعني عرفت ان احنا في السجن. بعدين جاء واحد كذا قال صحيتوا يا اولاد القحبه، ويعني بالركل كذا واللطم والضرب بالقايش بدأوا معنا كذا بالضرب بدون تحقيق بدون حاجة، فتشون يعني عندما هذا ما وجدنا في جيوبنا وهذا لا وثائق مثلا بطائق أو اللي عنده حاجة أخذوها. فكانوا يقولوا أنتم من بلاطية علي محسن والزنداني وتوكل كذا ويضحكوا. يعني مشي الوقت ما أدري كم كان الوقت لأنه جلسنا طوال 10 ايام واحنا مربوطين اعيننا مكتفين للخلف، فكانوا يطلعوا فوق صدورنا كذا بالجزمات ويجلسوا واقفين ما يقارب ساعه او نص ساعه. فكان في بعض الاخوان، انا اذكر هذا الشخص بالذات عبد المسوري الاخ ريم من ريمه، فكانوا يقولنا خلاص يا شباب اللي يشتي يخرج يبسم لنا على اوراق ويجيب لنا اسمه عاقل حاره يورينا بيته فين على اساس ايش نطلق سراحه ونملي عليه حاجات يصلي حالنا ونجيب له باليوم 5000 ريال ونضمن احنا عيشته، واذا اشتي يتوظف نوظفه. فبعضهم يعني وافق على هذا الكلام وخرج، وبعضهم هذا كان عندما هذا يقول يلا سبوا الزنداني، فالريمة الاخ عبد المسوري كان يصيح يعني عندما هذا يقول يلا سب الزنداني وهو يصيح ايش الشعب يريد اسقاط النظام داخل السجن، وهم يزيدوا يعني بالضرب لنا والركل فبعدين يعني كان عندما نشتي ننام مثلا كانوا يجيبوا لنا حاجه قويه كذا زي الصفيره ما تقدر تحس راسك انه ينحلى. فواحد من الاخوان قال لي يا جماعه احنا عاطشين نشتي نشرب، قال له خلاص ما يهمك احنا قبائل هذا ايش جابوا له صحه، فكل الرباط هذا حق يده بدل ما هي مربوطه الحال لنا كلنا مش لابسه، قال اللي يشتي الحمام على طول ما يهمك. فجابوا لنا دوارير من حق الصحه الله يكرمكم، قال خلاص اللي يشتي يتبول في القاروره هذه، كل واحد جابوا له قاروره. عندما اخذنا القوارير هذه كل واحد منا يخلي الشخص لما في القاروره هذه يفتح لكفك بالقوه ويسكب عليها ويسكب يعني يشربك البول اللي هذا نفس الماضي يعني يكرر الماضي. فاستمروا بنا كذا يومين، بالاخير كنا نرفض يعني كان هذا ما حد يقول لهم نشتري الحمام ولا يعني ما نتكلم.
الأكل ما فيه طبعاً، 10 أيام واصلة وإحنا في هذه الحالة. فكان في واحد طبعاً أنا عرفت كذا، عرفت صوته يعني، عندما قال لهم أنا أشتيكم تعتنوا لي بالطويل هذا تكرموها اللي هو أنا جلست كذا فكرت، قلت هذا الصوت يعني أعرفه أنا مش بعيد عنه. فجاء في اليوم اللي بعد قلت له والله إني أعرفك كذا، أنا طبعاً ما أشوفه ولا مكتب. قال لي من فين تعرف؟ قلت له أنت فلان. فمن بعدها ما عاد سمعت صوته ولا عاد شفته يعني. هذا شخص هو يعني بلطجي، وهناك في خيمة مصابين في التحرير هو اللي قاعدها، اسمه محمد صالح القوري من عندنا من أبناء وسط. فبعدها يعني بعد ما كانوا يستمروا في تعذيبنا وضربنا وهذا، أخذونا في كان من بصمونا على أوراق. طبعا هذه الأوراق ما احنا عارفين شيء، واحنا مغطينا هنا، فكلنا هذا ويبصمون على الأوراق هذه. وقلت أنا الواحد، قلت له طيب ليش تبصمنا، على ايش تبصمنا؟ قال علشان طلاق نسوانكم. قلنا له طيب نطلق احنا لا هذه الدرية بنطلق. فكان يعني أطلقونا طبعا، أخذونا في طقم هذا بعد 10 أيام طبعا، هي بس جابوا لي أسادة يعني الوقت قليل. أطلقوا سراحنا، فأخذونا في طقم كان مننا 8 أشخاص من ضمنهم الأخ عبد المسوري هذا. فعندما أنا وخرجوني في شارع خولان في جنب سوق الخليج أيوة، أخذونا إلى هناك. أنا دربوبي في الشارع طبعا، دربوبك مربوط العينين، يدك مكلبشة للخلف. تخيل عندما توصل أنت ولك 10 أيام وأنت منسدح على بطنك وهذا. أنا وصلت الأرض طبعا ما قدرت إني حتى أقوم كذا، قال أنا مدوخ هذا. جاءت حرمة سمعت صوتها أنا، قالت لي إيش قضيتك ابني سلامات هذا، مسكتني كذا وجابت حاجة قطعت لي هذا الرباط اللي هو في الخلف. قالت لي فكت لي هذا. أنا طبعا ما قدرت أفتح عيوني لأنه ما شفت الشمس خلاص ما عاد. أخذتني لعندها للبيت، قالت ابني أنا مرملة وما معي إلا ولد واحد ساعات بيدرس. جابت لي ملابس ابنها يعني محتفظ بهم أنا ذكرى، قلت بخليهم عندي في البيت. جابت لي البنطلون والقميص، وجابت لي هذا صابون تروشت وهذا، لأن قد ريحتي خلاص. أذكر حاجة لكم نسيتها، كان في واحد معنا قال لهم يا جماعة نشتي نصلي. قالوا له طيب ما يهمك صلي. قال لهم طيب نشتي نجاة. قال له بنجيب لك المال الآن، اقسم بالله العظيم يا جماعة انهم مسكوا ايش الله يكرمكم بالوا لا فوقنا كامل. قالوا الآن انتم جاهزين للصلاة صلوا. بول انت ايش عرفنا، لانه ايش احنا مربوطين لعين. عندما انا اللي عرفت انه بول وعرفنا كل من الطعم انه ايش قدوا بيقول لفوق. قلنا يلا فطلنا. المهم خرجنا ايش، كنت اشم ملابس اللي هذا، خرجنا بها ريحتها عافية. المهم بعدين هذه الحرمة بالأخير قلت لكم جابة، قالت ابني أنا مرملة ولا عندي، ابني يروح يبسط بسطة ويشتغل كذا بمصاريفه ويدرس. جابت لي ملابس ابنها لبستهم، وجابت لي قالت ما عندي فلوس فين تشتي تروح. قلت لها اشتي أروح أرجع الجامعة. قالت ما عندي فلوس أجيب لك حق مواصلات. جابت لي ساعة حقها. أنا رفضت إني أخذ الساعة هذه، فهي حلفت إني بأخذ هذه. أخذت الساعة ورحت بعتها لواحد من المهندسين ب100 ريال، فركبت بها لهنا للساحة. اعتصمت هنا في الساحة، وبعدين يعني جلست فترة كذا، فأخذوا ابني طبعا عمره 5 سنوات. فاتصلت بالأستاذ عبد الرحمن برمان، وصحيح يعني لو ايش ما نقدر نرد لهذا الشخص الجميل ولا هذه المنظمة، لأنه ايش، فأنا عندما خطفوا ابني اتصلت لي قلت له ابني أخذه. قال لي وأنا ما أعمل لك، من قال لهم ما تروح الجامعة، هذا أبي لأنه معاهم تمام. فالأستاذ عبد الرحمن برمان يعني أذكر لأنه ما أخذوه ابني مرتين، يوم أخذوه في العصر لا مغرب ورجعوا وأنا هنا في الساحة، المرة الثانية أخذوا يعني اقتحموا البيت، أخذوا كل حاجة، أخذوا زادوا ملابس الطفل عمره سنة أخذوها، ملابس مستعملة يا ريتها جديدة يبيعوها، أخذوها مستعملة ما خلوا في البيت حاجة. فاتصلت الأستاذ عبد الرحمن برمان، وصح يعني الأمانة ما قصر بكل حاجة. فالمرة الثانية أخذوا ابني هذا ثاني مرة، ما عاد
اتصلوا لي لاينا قالوا ابنك اخذوه ثاني مره. قلت يا جماعه يمكن يرجعوه المغرب زي المره الاولى. ما عاد رجعوه. اتصلت بالاستاذ عبد الرحمن برمان الساعه 11 كانت اعتقد او 11 ونص كذا في الليل. فتخيل يعني هذا الشخص ايش قال لي؟ قال لي فين انت؟ باجي لك. اذا كان ابي يعني ابي قال له انا ايش اسوي لك؟ من قال له ما تروح الجامعه، هذا ابي. فالشخص هذا اتصل لي قال لي فين انت؟ باجي لك الساعه 11 ونص في الليل. قلت له انا جنبه في النقل الاستقبال لانهم هناك اخذوه للاصبحي. والشخص اللي اخذ القوري هذا اللي كلمتكم عنه في البدايه. المهم وبعدين في قضيه واحد من جماعتنا عنده تاكسي صدموه بلاط جاء طاردوه هذا لانه معتصم في الساحه في